كرة القوات المسلحة على والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول، وأعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا. لكن طبعا إحنا يعني لما بيكون بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا. أنا متصور أن طقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة أن يبقى فيه تحت جسامين ناس، وده والشق الفني من الموضوع، أن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع دوت محتاجة تبقى تراعي ده. إذا كان في جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو الجسامين، للكلام ده طبعا أشقائنا في ليبيا برضو قالوا أنه في جسامين كثيرة أو في مفقودين كتير سقطوا في البحر. بشكركم على أن طبعا لان المنطقه الغربيه اقرب حاجه للحدود الليبيه، وبالتالي ان احنا لو في معسكر او اثنين او ثلاثه مع اشقائنا، لان العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم، ولو في اي حاجه تانية برضو هنبقى بسرعه. والمصابين على المستشفيات سواء كان المستشفى الميداني دي او المستشفى اللي موجوده في حماله الطائرات مستر، واحنا قصدنا نبعت معده قادره على ان هي تدير أزمة من غير ما يكون عبء على الدولة المضيفة.